انطلقت مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية في مجموعة من المدارس الابتدائية الحكومية بمحافظة القاهرة، بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة وبنك الطعام المصري. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مايكل. صباح الخير يا مارينا. صباح الخير عليك. منورنا يا دكتور في صباح مي. ده نورك يا حبيبي، ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم. عايزين نعرف في البدايه بس نقول للناس ونبسط الموضوع، المبادره دي يا دكتور بتعمل ايه وهنستفيد منها ازاي؟ بص، احنا دلوقتي بنتكلم على الامراض الغير سريه اللي هي زي امراض السكر والضغط وامراض الكلى والامراض المزمنه. بداوا يتكلموا بيقولوا ان طب ما احنا بدل ما بنتكلم بس في علاجات وتوفير علاج، طب ما احنا نخلينا بنطاق اوسع نستهدف فئات المجتمع، ان احنا نعمل توعيه ازاي ان هم يبقى ليهم نظام غذائي، نصائح للنظام الغذائي اللي بيمشوا عليه، ازاي يبقى فيه اهتمام بالرياضه، ازاي يبقى فيه تثقيف صحي، ازاي يبقى فيه بنك الدور بنك الطعام ان هو يوفر الطعام الغذائي الصحي للناس اللي محتاجين، اللي ممكن ان يكون الغذاء مش واصل لهم كويس او غذاء غير صحي ممكن يؤثر على صحتهم. وبالتالي جه هنا دور التعاون ما بين الصحه العالميه والصحه والسكان ووزاره التربيه والتعليم علشان اطفال المدارس. بنقول دايما بنشوف ايه الامراض اللي جايه وسط اطفال المدارس، ان كانت انيميا او تقزم او سمنه. فبالتالي بنوفر لهم اجراءات الحمايه والوقايه مع العلاج طبعا من الامراض دي. يعني يا دكتور المبادرة دي فيها توعية وفي جزء منها كمان بيكشفها على الأطفال، يبقى الموضوع كشف مبكر؟ بالضبط جدا، بنشوف ايه هم الناس الأكثر عرضة اللي يجيلهم الأمراض وبندي تثقيف صحي وبنوفر كمان علاج ونوفر الغذاء للناس اللي هم مش قادر يوصل لهم الغذاء من خلال بنك الطعام المصري. طب يا دكتور، يعني الامراض غير السارية بتتسبب في حوالي 84% من الوفيات في مصر، ازاي حضرتك بتشوف النسبه دي؟ طبعا رقم عالي، نتيجه ان الامراض دي ممكن تكون امراض السكر والضغط بمضاعفاتها لو لم يتم الاهتمام بيها وعلاجها والتوعيه بالمخاطر بتاعتها والمضاعفات، بتؤدي الى الوفيات طبعا بالرقم اللي انت قلتيه، وهو رقم كبير طبعا بالفعل. وده اللي خلى الموضوع ده لفت نظر منظمة الصحه العالميه ووزاره الصحه والسكان انها تهتم بانها تحاول تشتغل على الموضوع ده زي ما اهتمت بالوبائيات، وازاي انها عملت منظومه ازاي نكافح كورونا او نكافح فيروس سي او نكافح بالهرسيا. فطبعا لفت انتباههم ان الامراض الغير ساريه بدأت لا تقل أهمية عن الوبائيات والاهتمام بيها، فبدأت تهتم بيها علشان نقدر نقلل من نسبة الوفيات في هذه الأمراض. طيب دكتور، أنا شايف كمان توقيت المبادرة يمكن غريب شوية، احنا خلاص على انتهاء العام الدراسي، هل المبادرة بعد كده هتكمل في العام الدراسي اللي بعد كده؟ وأنا شايف كمان احنا بدأنا محافظة القاهرة، هل بعد كده المبادرة هتشمل كل المحافظات؟ بالظبط، هي مبادره، احنا دايما انت عارف ان احنا عندنا حاجه بتبدا من محافظه القاهره وتطبق بعد كده في باقي المحافظات، بنفس الاسلوب ونفس الطريقه، بل بالعكس ده هو واخد دلوقتي محافظه القاهره كتجربه او كنموذج موديل هيمشي عليه في باقي المحافظات بعد كده مع بدايه العام الدراسي الجديد ان شاء الله. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك كده سريعا توقعاتك، هل المبادره دي هتفرق ثقافة ان الطفل يبقى عارف بياكل ايه بيشرب، هل الموضوع هيكون فعلا ليه ناتج؟ وهل الطفل ما يبقى عارف هل ده يأثر كمان على سلوكه في البيت في الأسرة، يكون في وعي اكتر؟ طبعا هتفرق جدا، وهي اصلا هم من فترة اللي فاتت كانوا عاملين الحملة اللي هي الكشف المبكر عن الانيميا والتقزم والسمنة، وكمان كان في ضعاف البصر وضعاف السمع، فرقت كتير مع بعض الاطفال واهلهم، بدأوا يهتموا شوية بإيه، لأنهم بيعملوا لهم تحليل دم وبيبعتوا للأهل يقولوا لهم في أنيميا ولا ما فيش، وإيه النظام الغذائي اللي يمشوا عليه، بيخاطبوا الإدارة الصحية أو المركز الصحي اللي تابع ليه المدرسة اللي هم شافوا الولد فيها أو البنت. صحيح. وبعتوا للأهل يخلوهم يتابعوا معاهم، ده بيلفت نظر الأهل للاهتمام بهذه الأمراض، وده دور مهم جدا جدا، هو كده بينزل للمجتمع على أرض الواقع، مش بس بيكتفي بقطاعات الصحة نفسها
او المراكز الصحيه، لا ده انا بروح لك لحد عندك سواء كنت في مدرسه او في اي تجمعات موجوده. طبعا احنا مزيد من النجاح والتقدم. بشكر حضرتك جدا على هذا التحليل الراقي دكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي.